ورجعنا لحضراتكم من الفاصل. ادي الرز بتاعنا بالخضروات المشويه اهو في مرحله التسويه اهو، وهنعمل حاجه ظريفه وجميله، هنعمل بطاطس مقليه بس هنعمل لها طريقه مختلفه. ده اللي هنشوفه واحنا بنجهز الصنف بتاعنا. عندي نص كيلو بطاطس متقطعه متجهزه للتحمير تقطيعه ديت كده اهو، وعندي حبايه طماطم، عندي 4 معالق صلصة، عندي 4 فصوص ثوم، وعلى بركة الله نشوف هنعمل. ولعنا طبعا الزيت عشان يلحق يسخن. ادي الثوم بتاعنا، كل حاجة وليها حاجتها. زي ما الثوم قطعناه قطع مع الرز، لا هنا احنا عايزين ايه؟ نفرم كده بالطريقة كده. نبقى واقفين بنتسلى في مطبخنا، ما عندناش اي مشكله كده. وادي الطماطم، برضو هنقطعها رفيع خالص. كده بأصغر حجم ممكن للتقطيع. طبعا الزيت بيسخن ما تنسوش. كده الطريقة دي. كده احنا خلصنا. الزيت بيسخن. نحاول نشوف الزيت بتاعنا. اختبار بسيط، نحط بطاطسايه كده نشوف لسه قدامه دقيقة حاجة زي كده، مفيش أي مشاكل. برضو بنعمل حاجتنا بطريقة. دي حلة صغيرة خالص، مش محتاج أكتر من دي كده اهو. ولو عايز اخد نفس الزيت مفيش اي مشكلة. بس جميل قوي، مفيش اي مشكلة. وادي الزيت اهو سخن، هبدأ انزل بالطومة. يعني واقفين بنتسلى. ادي الرز بتاعنا بيستوي، وادي الزيت بدا يسخن، ما عندناش اي مشاكل. بسم الله نبدا ننزل بالراحه كده عشان ايديكم. نفس القصه كده، صف المية كويس وننزل. كده هبدأ انزل الطماطم بتاعتي. زي الفل، وابدأ اقلبها كويس.
الطريقه دي، وادي الصلصه بتاعتنا. اهم حاجه تبقوا واقفين في المطبخ، واقفين تتسلوا، واقفين حابين الحاجه اللي عايزين تعملوها. دي اهم حاجه في الطبخ يا جماعه، الواحد يبقى واقف مبسوط باللي هو بيعمله. ممكن اجيب دي هنا بقى، صح كده، بحيث ان احنا نبقى ايه، النار بتاعتنا تبقى اقوى واسرع. بسم الله كده زي الفل. مش عارف نبدا نبص على الرز بتاعنا. جربوا وشوفوا. حط التوابل بقى، لما مكاننا كده نوضب مطرحنا. كده احنا معانا بطاطس بتتحمر، ومعانا الصلصة اللي احنا عملناها، ومعانا الرز على النار. بنوضب حاجتنا ونشوف هنحط ايه. بجهز الاطباق بتاعتي بالطريقه دي كده. وادي التوابل. ملح. سنة كمون بسيط. فلفل اسمر برضه، ومعلقه خل، معلقه خل واحده. ادي كده الصلصه بتاعتنا خلصت، طريقتها جميله وسهله. ومن غير لحوم ومن غير فراخ ومن غير اي حاجه، بيبقى تغيير. وعلى فكره الاكل ده بياكل بيبقى جميل. زي مره كده نيجي نقول ايه، النهارده عايزين نغير ونعمل مثلا جبنه، عايزين نعمل مثلا رنجه، الحاجات دي كلها عملناها لحضراتكم، بيبقى تغيير. ساعات الواحد مثلا يكون جاله حته ملل بقى من الاكل متكرر، او الشكل هو هو مع اختلاف الاصناف، فبنعمل برضو حاجه تبقى برضو ظريفه وتحوز الاعجاب ان شاء الله. يعني نبتدي كده سنة، نبدأ نشوف البطاطس بتاعتنا. بسم الله. كده أنا الرز بتاعي خلاص طفي عليه، بس أنا عايز إيه أغرفه لحضراتكم مع البطاطس، يبقى في وقت واحد احنا غرفنا حاجه. ادي الرز بتاعنا، ممكن نحاول نغرفه. وادي البطاطس، مفيش اي مشكله. وادي الصلصه بتاعتنا خلصت، حاجتنا كلها زي الفل، مفيش اي مشكله. نبدا نطلع البطاطس الطريقة دي. زي ما قلت لحضراتكم أكلة جميلة وظريفة، ما استخدمناش لحوم أو أسماك أو أي حاجة فيها.
رحناش بقى جبنا فاتورة عشان نعمل شوية بطاطس ولا حاجة؟ لأ، زي ما هنعمل في البيت بنعمل قدام حضراتكم في حلقتنا. تمام؟ ادي كده البطاطس بتاعتنا اهي، عشان طبعا سخنة. بسم الله كده اهو بالطريقة دي. نجرب الطبق ده وقولوا لي ايه رأي حضراتكم. الطريقة دي كده. ما خدتش حاجة وفي نفس الوقت خامة قليلة، ما عندناش اي مشاكل. بسم الله. نشوف شوية الرز اللي عملناهم بالخضار المشوي اللي ان شاء الله حضراتكم هتجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم هيبقى عامل ازاي. ادي كام واحدة كده في الأرضية الطريقة دي كده، وابدأ انزل الطريقة دي. ادي الرز بتاعنا، حاجة جميلة وظريفة. ما عملناش، ما خدتش مننا وقت، هنجرب ونشوف. زي ما قلنا لكم بأقل تكاليف هنأكل 4 أفراد إن شاء الله. الأكل يعجبكم والحلقة تكون عجبت حضراتكم، ونتقابل على خير في حلقات جديدة. إلى اللقاء.